باسم سمرة بيعتذر لنيلي كريم، والأخيرة حصل خير يا عبد المجيد. اعتذر الفنان باسم سمرة للفنانة نيلي كريم وجوزها هشام عاشور بعد تصريحاته ببرنامج رامز جاب من الآخر اللي اتذاع في شهر رمضان 2024. وقال باسم سمرة عن تصريحاته خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: اكتشفت ان المنتج غاوي تنقيل كلام وبيوقع بين الناس، بعتذر لنيلي على الهوا وبقول لها انت اختي وحبيبتي، وانا كمان بتعلم تمثيل وبتعلم من نيلي كريم واحمد السقا وجوزها راقي وزعل من رامز جلال لاني ما كانش معرفني انه بيصور. باسم سمرة اثار الجدل بتصريحاته خلال لقائه في برنامج رامز جاب من الاخر، وقال انه كان هيتعاون مع نيلي كريم في عمل فني، لكن اتفاجئ بانها اختارت جوزها هشام عاشور، اتجوزت وجابت جوزها يمثل مكاني. باسم سمرة بيعتذر لنيلي كريم، والاخيرة حصل خير يا عبد المجيد. اعتذر الفنان باسم سمرة للفنانة نيلي